نيهاو عليكم. والله انا مش عارف شو بدي احكي. هذا اختراع كمان طبعا كثير ناس عم تشتغل فيه حاليا ومبيعاته كمان جميله جدا. هذا اشي بنظف الايربودز. تمام، نتفرج هيك مع بعض بس. اكيد راح تشوفوا الفيديو هون موجود. هذا بنظف هيك، تقدر تمسح فيه الهاد عشان دائما تكون الايربودز تبعتك نظيفه وبحاله جيده. انا بعرفش اذا عم بنظف صح ولا لا، بس اتوقع انه هيك نظف طلع ايش شيء جميل. تمام. هذا برضه واحد من الاختراعات. هاي كمان اتوقع للمناطق اللي هي في السماعه من هون او في الجلد من هون. تمام، هذا برودكت يا اخوان عليه مبيعات كمان حلوه لانه برضه خفيف لطيف. تمام، وبتقدر تعمله في ارقام منيحه، يعني في نسبه بروفيت او مربح مش بطاله. فهذا واحد من المبيعات كويسة هاي الفتره زي ما احنا شايفين. اشي هذا وبيجوا لنين، لون ابيض ولون اسود. شوف في اشي صحيح بيجي معه فرشايه للكيبورد. تمام، للاسف ما عنديش العينه بس برضه راح تشوفوه في الفيديو. هذا واحد من المنتجات الرابحه، لينك المنتج موجود في الوصف تبع الفيديو، ادخلوا شوفوا تفاصيل اكثر عن المنتج. تنسوناش واحد من دعواتكم، اثنين شيراتكم ولايكاتكم واشتراكاتكم. اتمنى للجميع تكون مبيعات كويسه. بنعمل صور للبرودكت، بنعمل فيديو للبرودكت، وبنعمل شوبيفاي ستور كمان للبرودكت. من الصين عربي في الصين، سلامات.